أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قصة الدابة التي تخرج في آخر الزمان وكيف تكلم الناس؟ هذا من علامات الساعة، خروج الدابة وأنها تكلم الناس وتسمهم، تضع على المؤمن علامة مؤمن وعلى الكافر علامة كافر، هذا في آخر الزمان. فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا من علامات الساعة. ونحن لا نتكلم فيها بأكثر مما جاء في القرآن والسنة، ما نتكلم، لأن هذا من علم الغيب، فنقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها ومن أفعالها، وأما مكان خروجها فلم يثبت فيه دليل، الله أعلم، خرجها الله من حيث شاء. نعم.